لما كان عمري 8 سنين عن طريق صدفة كأي طفلة بمخيم صيفي، وكان في هذا المخيم كذا قسم، فأنا كنت في الدبكة الشعبية. فالمدرب وأهلي اكتشفوا هاي إنه مش تعليم الدبكة، لا كانت عندي هواي، وظلت مكفية لحد هلا لسن 21 سنة. أهلي أول شي شجعوني كتير، وهم أول حد وقف جنبي وحبوا ينموها. بس هلا يعني من سن 18 بدت شوي مشاكل، كأنك أنت هلا كبرتي، كأنه الدبكة عيب. فصار شوي مثلا بابا إنه ما تروحيش هالدبكة عشان كلام الناس، عشان المجتمع، عشان أنت بنت بتضلك، مع إنه الدبكة هاي تراث، يعني إشي الواحد بيتأخذ فيه. عنا إحنا، أنا هلا عضو بفرقة جفرة، إنه مشكلتنا يعني في أنا وصاحبتي اسمها نور الحافي، عبارة عن فرقة تقريبا كل الفرق بس عشان نلاقي بنات. وللأسف كنا إحنا يعني كذا فرقة كنا إحنا بنتين فيها، نضطر مثلا نطلع من هاي الفرقة عشان إحنا بس بنتين، مثلا ننزل عرض بس بنتين مثلا مع 9 شباب. فلسه هاي المشكلة حتى الآن، إنه مفيش بنات تطبق. تعالي تحكي مثلا للبنات إنه بدك تطبق، إيش رأيك؟ إنه حابة، بس انه لا، المجتمع انه ما بنفعش عندهم الدبكة، مش دبكة تراث، دبكة اشي يعني كل واحد، كل بلد لها تراثها، واحنا تراثنا اهم اشي فيه انه دبكة الشعبية. بقولك لا، انت بترقص هذا رأس. وعن نفسنا احنا ما فيش اي جهة بتدعمنا، فيش اي حدا مسؤول مثلا عنا، احنا كل هذا جهود ذاتية من الكابتن، منا احنا. حابة اوجه رسالة لكل بنت، او اي بنت حابة الدبكة، حابة انه يعني تطبق، بس انه عشان الناس لا تشوفها اشي مش عيب، اشي بتفتخر فيه. لما بتطبق بتطبق بزيك الفلسطيني المطرز، يعني اشي ببين لك انك انت فتاة فلسطينية بمعنى الكلمة. حابة انه عن جد ما يعني ما توقفيش وتصير زي يعني ناس المجتمع والعالم كله عم بتقدم. بلاش احنا نرجع ايدك عايدي عايدها عايدة من غير فكرة المجتمع انه الدبكة مش حلال بس للشاب، مش عيب للبنت. انا امل الكفارنة، طالبة بجامعة غزة. طبعا بصراحة انا من ولا وصغير بشارك مخيمات فلسطينية، ودبكت كتير لسن 16 سنة وانا بدبك. لكن بعد فترة انه بعد سن 16 المجتمع تغيرت نظرته، انه بنت تدبك هذا اشي عيب، حتى مش حرام، عيب، كانوا يقولوا انه عيب. هي البنت راجل عشان تدبك، الدبكة بس للراجل. طبعا انا بتمنى انه فكرة المجتمع تتغير، لانه الدبكة قبل ما تكون انه هي مع مؤسسات اجنبية كانت تعمل عروض في بعض المطاعم، شاركت كفرقة مع مخيمات وانا وصغيرة، لكن بعد هيك خلاص انه سبتها. لكن الحمد لله يعني تقنيات الدبكة كلها موجودة معي. بتمنى الناس تدعمنا، مؤسسات تدعمنا كشباب فلسطيني.